بسم الله الرحمن الرحيم. نوصل الدرس عنا الخاص بالوحدة الثالثة، بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي في عنصره الثاني، ألا وهو تأثير عامل سطح التلامس. قلنا بطبيعة الحال في الدرس السابق تكلمنا عن العامل الأول اللي هو عامل درجة الحرارة. اليوم راح نروح للعامل الثاني. واش نجيب؟ نجيب قرصين، واحد هو قرص فور متماسك والآخر أقوم بسحقه، يعني معناها نجعله مسحوق. التجربة وش تقول؟ نلقي في كأسين بهما نفس كمية الماء ونفس درجة الحرارة، قرصا فورا متماسكا اللي راه في الإناء الأول، ومسحوق قرص فوار اللي راه في الإناء الثاني في وقت متزامن كما هو مبين في الرسم. ماذا تلاحظ؟ اول ملاحظه اللي ممكن بطبيعه الحال نلاحظوها هو فيما يخص القرصين، سواء كان قرص فوار متماسك او مسحوق قرص فوار. سؤال، ايهما يشغل اكبر مساحه؟ شكون يشغل اكبر مساحه اذا وضعناهم فوق ورقه؟ بالطبع القرص الفوار، هذا القرص فوار متماسك لو وضعوه في ورقه راح ياخذنا مساحه على الدائره تاعو كما وضعناه، لكن هذا يمكن بطبيعه الحال نصره او نشره بطبيعه الحال كامل الورقه، وبالتالي نقول ان القرص المسحوق يشغل كملاحظه نقول القرص المسحوق، القرص المسحوق يشغل ماذا يشغل؟ أكبر مساحة من القرص المتماسك. هذه الملاحظة، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لما نقوم بإلقاء سواء قرص متماسك أو مسحوق قرص الفوار في الإناءين في وقت بطبيعة الحال متزامن، يلاحظ أن اختفاء المسحوق هذا اللي في الاختفاء المسحوق راح يكون قبل بطبيعة الحال اختفاء القرص المتماسك، يعني يكون في مدة زمنية أقل من القرص المتماسك، وبالتالي اختفاء مسحوق القرص قبل القرص المتماسك. إذا هذه ملاحظة ثانية كذلك لابد أن أشير إليها، وأقول اختفاء مسحوق القرص، مسحوق القرص قبل ماذا؟ قبل القرص المتماسك، القرص المتماسك، قبل القرص المتماسك. هذه الملاحظة الثانية. نجي الآن للتفسير. التفسير كما قلنا قبيلا في الملاحظة، واش قلت؟ قلت بأن القرص، قلنا بأن المسحوق هو الذي يشغل أكبر مساحة. إذا في التفسير حنعطي هذا التفسير جيدا، وبالتالي أقول يشغل المسحوق، يشغل المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماسك، حيث ما دام يشغل أكثر مساحة مش هنقول حيث تحيط جزيئات، حيث تحيط جزيئات الماء، تحيط جزيئات الماء حبيبات المسحوق، حبيبات المسحوق بشكل أسرع مما عليه الحال
في القرص، عليه الحال في القرصي المتماسك، يعني معناها القرص هذاك المسحوق هذاك يندور هي ينتشر كبعبة سطحية بحال الماء الأفقي، بينما القرص راح ينصغر شوية ينزلته مباشرة إلى الأسفل المتماسك. وبالتالي تزداد التصادمات، تزداد التصادمات بين جزيئات، يعني جزيئات الأفراد الابتدائية، وعليه تكون زيادة في سرعة التحول الكيميائي، التحول الكيميائي. إذن معناه هنا راح نجيو إلى ما يسمى به، خلال هذا التفسير وهذه الملاحظة نأتي الآن إلى إرساء المورد المعرفي. في إرساء المورد المعرفي واشرح بطاقة حل نلخص. إذن قلنا بأن المسحوق راح يشغل أكبر بصحتين، إذن هذا المسحوق كنديرو في الماء راح يغطي كامل سطح الماء الأفقي المسحوق، بينما القرص لا. وبالتالي نقول في إرساء المورد المعرفي، نقول كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبيرا كلما يجعل كلما يجعل مما يجعل التفاعل الكيميائي يتم بسرعة